ضيف الكريم من هناك، هناك بعض الأصوات التي قد نصفها بالمتأرجحة في بعض الولايات، على الرغم من أنها تمثل شريحة صغيرة، لكن هل يمكنها أن تقلب موازين النتيجة برأيك أم لا؟ بالطبع، في البداية شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة للظهور في برنامجكم الموقر. الأمر الأساسي أننا نعلم بالفعل أن جو بايدن ربما يكون هو المرشح المؤكد للديمقراطيين وترامب للجمهوريين. ربما تكون هناك بعض الأمور المتغيرة بشأن الأرقام ومن يصوت أيضا. ربما تكون هناك بعض الاعتبارات في الأذهان أن الكثير من الأمريكيين يقولون الآن أنه أصبحوا أكثر وعيا على مدار الأعوام الماضية، وأيضا فيما يتعلق بالتضخم وما أدى به من تبعات على الاقتصاد. أيضا أصبح هناك تغيرات في التوجهات ووجهات النظر، ربما تكون هناك كثير من التغيرات غير المتوقعة، وأيضا الحالة المعيشية انخفضت، فبالتالي هذه تبعات يمكن تؤثر على كثير من المصوتين. هناك الكثير من الآليات وهناك تغيرات أساسية. المصوتين من الشباب أيضا بين الأعمار من 18 و 28، معظم هذه الفئة وهذه الشريحة يقولون أن الرئيس الحالي جو بايدن وسياساته غير فعالة وغير راضين عنها، وبالتالي المجمع الانتخابي يشعر أن بايدن بالفعل ساعدهم وساعد الغالبية في الشعور في هذا الأمر. هذا أمر غريب بالطبع، لأن هذه الفئة العمرية بشكل تاريخي كان التصويت للديمقراطيين. هناك تغيرات كما ذكرت بناء على ما ذكرته، لم تكن هناك هذا القبيل من هذه الاحتجاجات، فبالتالي الديمقراطيين يبدو انهم ايضا سعيدين وراضين عن ترشيحهم لبايدن. وكذلك في الفئات العمرية الاخرى هناك كثير من الاصوات المتغيرة، والهدف الاساسي هو الحصول على 10,000 صوت، وخاصة في هذا الهدف من جانب الديمقراطيين، فبالتالي هذا الشكل يمكن أن ينجح بايدن. وكذلك هناك الكثير من المشاهدات والاعتبارات، وكما نعلم أن هناك الإعداد الكثير والمكثف لانتخابات نوفمبر، ولكن هناك آليات ربما لم نجدها ونراها من قبل. سيد جيب، بما أنك ذكرت الأعمار أو الأعمار من الشباب من سن 18 عاما إلى سن 28 عاما غير راضين عن سياسات جو بايدن الرئيس الحالي، لكن بحكم العادة يسير الرئيس الحالي في الانتخابات ويدخل منتخبا من حزبه في الانتخابات الرئاسية القادمة، ألا تغير هذه الأرقام العادة المتوارثة في السياسة الأمريكية أو في الأحزاب الأمريكية بأن يبقى الرئيس الحالي مرشحا في الانتخابات المقبلة؟ ألا يخافون من هذه الأعداد الكبيرة التي لا ترضى عن سياسات الرئيس الحالي؟ أعتقد من وجهة نظري أنه في الوقت الراهن لسوء الحظ لا يوجد أي مجال لمرشح آخر ليستبدل جو بايدن. السبيل الوحيد إذا ما كان انسحب من الانتخابات وتراجع عن هذه الخطوة، أو إن كان هناك تدهور في الحالة الصحية التي تستلزم أن يكون خارج هذا السباق. ولكن دون هذه الظروف سوف يكون هو المرشح المؤكد، وهناك بعض المواقف وبعض الاعتبارات، والأمر يبدو أن بايدن سوف يواجه الكثير من المهام العصيبة التي يتعين عليه أن يتخطاها وينجح فيها حتى الوصول إلى انتخابات نوفمبر. ولكن المشكلة مرة أخرى أن الأمر لا يهم ما يعتقده المجمع الانتخابي، وأيضا لديه الحرية الكاملة للاستمرار في هذا السباق.